اتيكات دكتور سنان. أوقات كتيرة بنبقى داخلين على الريسبشن وفي ناس واقفة ما بنديهمش فرصة، بناخد مكانهم ونقعد نتكلم وبنضايق الناس اللي واقفة، وده مش صح. الصح لما أدخل وألاقي حد واقف على الريسبشن بيسأل، أقف واخد دوري وأقف وراه لغاية ما يخلص وأديله الفرصة، وبعد كده أبتدي أنا أتكلم، ده الصح. وبعد كده بنروح نقعد مكاننا ونستنى الدور بتاعنا. أوقات كتيرة نبقى زهقانين فأقوم واخدة الريموت بتاع التي في وأقعد بقى إيه، أنسى إن في ناس قاعدة بتستنى دورها هي كمان، ما فكرتش غير في نفسي وما شفتش غير إن هو أنا بس اللي موجودة في المكان ومفيش معايا ناس، وقعدت أستعمل الريموت كنترول زي ما أنا عاوزة. وأوقات كتيرة ممكن أكون بتكلم مع حد جنبي وبحكي معاه وجالي تليفون، فابتديت أحط السماعات بتاعتي عشان أخد المكالمة، استأذنت وقمت وبصوت عالي مشيت في وسط الناس كلها وضايقتهم بصوتي، طبعا ده مش صح. وأوقات كتيرة بننسى أن في مساحة شخصية ما بيننا وما بين الناس، نقعد نبص هما بيعملوا إيه بيبصوا على إيه، واخد المجلة اللي هو بيبص عليها واتفرج عليها، وبعدين أقرر أروح أشرب حاجة القهوة بتاعتي، فقمت أعمل القهوة وبوظت ولخبطت كل حاجة زي ما احنا شفنا، طبعا ده مش صح. الصح إن أنا رجع كل حاجة مكانها بالشكل ده وأرمي الحاجة اللي اتحطت على التيبل، ده الصح المفروض يتعمل. وطبعا بنروح نقعد مكاننا، وبعد كده واحنا قاعدين نبتدي بقى يعني نلاقي الشخص اللي قاعد، طبعا احنا هو عامل تصرف غير لائق، طبعا احنا ما بنعلقش على حد بس ما ينفعش احط رجلي في وش الناس بالشكل ده. وطبعا جت الموجوده في الريسبشن قالت لي اتفضل سيبت الحاجه كلها مكانها وده مش صح، لازم ارجع كل حاجه مكانها وارمي الكاب بتاعتي في الباسكت عشان ما ينفعش اكون في مكان زي كده واسيب كل حاجه زحمه ومتلخبطه وامشي. وبعدين دخلت عند الدكتور، وطبعا دخلت وقعدت ابتدينا نتكلم، وبعدين هقعد في مكاني. طبعا في تصرفات ما بناخدش بالنا منها بنعملها وهي غلط، ما ينفعش على الحاجات بتاعت الاجهزه بتاعته احط شنطتي، ولما اقعد على الكرسي احط رجليا بالشكل ده، طبعا انا خليت الكرسي مش نظيف، ده تصرف غير لائق. الشنطة ما ينفعش تتحط كده، تتشال، والموبايل يتشال في الشنطة احطه على الكرسي كده، ولما اجي اقعد اقعد على الشاز لونج بالشكل ده، رجليا ما تترفعش يا كده يا كده عشان الكرسي مع الشاز لونج ما يتوسخش. وطبعا غلط جدا ان انا ابقى حتى روش في بقي، ما ينفعش وانا رايحه عند دكتور سنان، من الحاجات برضو اللي مش المفروض ان انا ابقى حاطه روش المفروض اشيله قبل ما ابتدي، ده الصح. ولما اجي مثلا عايزه انضف بقي او حاجه باخد كميه كلينكس، بهدر كلينكس كتير، وطبعا ده برضو طريقه غير لائقه مش لطيفه، مش المفروض اعمل كده ولا ارميهم هنا بالشكل ده. الصح ان انا ارميهم في الباسكت واخد بالي عشان اسيب المكان زي ما دخلته نظيف. لما اكون عايزه مضمض بقي احط ايدي جنبي بالشكل ده عشان ما اضايقش حد، ده تصرف صح، واشطف بكوبايه بعدها عشان ما يبقاش في حاجه في الحوض. وبرضو يكون الدكتور بيشتغل في بقي برضو بنتصرف تصرفات غير لائقة، جالي موبايل أو تليفون خليته يسيبني عشان أرد على التليفون وضايقته جدا وعطلته وضيعت وقت، وده مش صح. في الآخر خالص بسلم على الدكتور وبقول له ميرسي جدا، تعبته معايا وكل الشكر وألف شكر.